بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني مهندسي الشبكات بالعالم العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب فيكم، أنا أخوكم حسن صالح مرشد في الفيديو السابع من سلسلة فيديوهات الكواليتي أوف سيرفيس أو جودة الخدمة. تطبيق جودة الخدمة على مستوى الطبقة الثانية. تطبيق الكواليتي اوف سيرفيس على مستوى الطبقة الثانية هو يعني تطبيقها على جهاز السويتش في داخل الشبكة، يعني تطبيقها على اللوكال اريا نتورك. واحدة من الفروقات فيما بين الشبكات الواسعة والشبكات المحلية هو ان الشبكات المحلية بتوفر سرعة عالية في عملية نقل البيانات، بخلاف الشبكات الواسعة التي تقدم لنا سرعة بطيئة جدا مقارنة بالشبكات المحلية، بالإضافة لأننا بندفع مبالغ شهرية أو سنوية لكي نحصل على هذه السرعات الخاصة بالشبكات الواسعة. وبالتالي من المنطقي تطبيق الكواليتي اوف سيرفيس على الشبكات الواسعة. فلماذا نحتاج إلى تطبيق الكواليتي اوف سيرفيس على الشبكات المحلية؟ الجواب هو أنه عندما نطبق الكواليتي اوف سيرفيس على السويتش، فإننا بذلك نخفف على الراوتر، بحيث عندما نطبق الكلاسيفايد والماركينج على السويتش فإنه يقوم بهذه العملية على البيانات، بحيث لما يستلم الراوتر بتكون جاهزة وكل ما سيقوم بها هو إرسالها ووضع الماركينج أو اللاير 3 ماركينج لما يقابل اللاير 2 ماركينج، وبالتالي نخفف الضغط على الراوتر واللي بيكون مشغول بكثير من المهام في الشبكة، أهمها عملية توجيه البيانات. وبالتالي كل ما نخفف على الراوتر كل ما زاد ذلك من أداء الراوتر. كذلك عمليات الكواليتي اوف سيرفيس كل ما كانت قريبة من السورس، إن لم يكن هو السورس نفسه كان ذلك أفضل. تعتمد فكرة تطبيق الكواليتي اوف سيرفيس في السويتشات بتعتمد على نقطتين. النقطة الأولى اللي هما الكيويز أو الصفوف السوفت وير، والنقطة الثانية الثري شولدز. نبدأ بالكيويز، صفوف البيانات التي تكون أمام الانترفيس ويتم فيها وضع الفريمز التي تنتظر معالجتها وإرسالها من خلال الانترفيس. ويوجد نوعين أساسيين من الصفوف، وهما صاحب الأولوية البريوريتي والصف الستاندرد اللي بيتبع استراتيجية الفيفو الفيرست ان الفيرست اوت. النقطة الثانية اللي هي الثري شولدز، وهي تحديد عدد الفريمز التي اذا وصلت لعدد معين او تقييم معين يتم اتخاذ اجراء معين، وتعمل مع النوعين من انواع الكيوز في السويتش وهما البريوريتي والستاندرد كيو. اذا الثري شولد هي تعني الاجراء او الاجراءات اللي ممكن نتخذها في داخل الصف، يعني ممكن نحدد اجراءات، يعني مثلا عدد معين من الفريمز وعلى اساسها نقوم بعمل اجراء معين. الصفوف في سويتشات سيسكو، عدد الصفوف في سويتشات سيسكو بيختلف من نوع لاخر. وخلينا أول مرة نلقي نظرة على الرموز التي نرمز لها للصفوف. فلدينا الحرف B هو يعني البريوريتي كيو، ولدينا الحرف Q يعني ستاندرد كيو، ولدينا T تعني ثري شولد. مثلا عندنا هنا مثال 2 كيو و2 تي. لما نشوف هذا الرمز على أي نوع من أنواع السويتشات فذلك يعني أن السويتش يوجد فيه 2 ستاندرد كيو، وكل صف من الصفين نحدد له قيمة كلاس اوف سيرفيس. فمثلا نقول أن الصف الأول سوف تدخل فيه الفريمز التي تكون قيمة الكلاس اوف سيرفيس فيها 1 و3، ونحدد للصف الثاني للفريمز اللي تكون فيها قيمة الكلاس اوف سيرفيس 4 و5. وطبعا لما نيجي نحدد ونحط اجراء، هذه المقصود فيها بالثري شولد على كلا الستاندرد كيو. مثال اخر لما نشوف 1 بي 2 كيو 2 3 شولد،
فذلك يعني أن لدينا ثلاث صفوف. الصف الأول هو Priority Queue، بحيث كل فريم تملك أولوية تقف في هذا الطابور. ويوجد لدينا صفين ستاندرد، وكلا الصفين يمكن تطبيق Threshold عليهما لتحديد قيمة الكلاس أو السيرفس في كل صف من الصفين. عدد الصفوف ووجودها في السويتش بيختلف من موديل لآخر، وهذه الموديلات هي كالتالي: السيسكو سويتش 2950، وهو لاير 2 سويتش، وهو السويتش الوحيد اللي لاير 2 اللي ممكن نطبق عليه الكلاس اوف سيرفيس، بيحتوي على عدد واحد باريوريتي كيو وثلاثة ستاندرد كيو. الموديل سيسكو سويتش 3550 وهو ملتي لاير سويتش، بيوجد نوعين من الصفوف فيه. في انواع بتيجي منه عدد واحد باريوريتي كيو، يعني واحد صف صاحب اولوية، وثلاثة ستاندرد كيو، ونستطيع اجراء اجراءات على عدد اثنين من الصفوف. ويوجد نوع فيه اربع ستاندرد كيو، ونستطيع عمل اجراء عليها على عدد اثنين من اصل اربعة. طيب، عندنا الموديل سيسكو سويت 3750، وبيحتوي هذا النوع على اربع ستاندرد كيو، ونستطيع ان نطبق على ثلاثة منها اجراء معين. لدينا سيسكو سويتش 4000، هذا بيحتوي على عدد واحد باريوريتي كيو، يعني صف صاحب أولوية عدد واحد، وثلاثة ستاندرد كيو، ونستطيع تطبيق إجراءين على هذه الصفوف. السيسكو سويتش 6500، طبعا يوجد لدينا أنواع من الصفوف، وذلك لأنه هو أصلا بيجي بموديلات فرعية زي ما احنا شايفين، فكل موديل فرعي حسب نوع بيكون له عدد صفوف معين. فلدينا مثلا نوع بيجي فيه عدد اثنين ستاندرد كيو، وكلاهما نستطيع تطبيق عليهما إجراء، ويجي نوع فيه له عدد واحد صف صاحب أولوية وصفين ستاندرد، ونستطيع تطبيق إجراءين على صفين. وعندنا هنا نوع بيجي صاحب صف صاحب أولوية وعدد ثلاثة ستاندرد كيو، ونستطيع أن نطبق إجراء واحد على هذه على واحد من هذه الصفوف. وفي نوع يجي فيه عدد صف واحد صاحب أولوية وعدد اثنين ستاندرد كيو وصف واحد، نستطيع إجراء معين على إحدى هذه الصفوف. طيب، خلينا ننتقل الآن إلى إعدادات جودة الخدمة في داخل السويتش. أول أمر نطبقه لتفعيل الكواليتي اوف سيرفيس على السويتش أو المالتي لاير سويتش هو كتابة الأمر MLS Quality of Service. بهذا الأمر نحن نفعل الكواليتي اوف سيرفيس على الـ MLS أو على السويتش، ولانه باي ديفولت غير الكواليتي اوف سيرفيس غير مفعل، فبكتابتنا الـ MLS Quality of Service نحن بذلك نفعل خدمة جودة الخدمة على السويتش. وعند تفعيل الكواليتي اوف سيرفيس على السويتش سوف يتم انشاء اعدادات افتراضية، اهمها الديفولت مابينج فيما بين الدي اس سي بي والكلاس اوف سيرفيس، يعني اللاير 3 ماركينج وما يقابلها من اللاير 2 ماركينج، حيث يكون باي ديفولت لدينا اعدادات تصنيف بيانات وتعليم كلاسيفيكيشن اند ماركينج تم تطبيقها على السويتش. ولرؤيتها راح نكتب الامر شوران، فتظهر لنا بالصف هذا كواحدة من الاعدادات الموجودة، حيث يوجد لدينا كما نرى ثمانية قيم. هذه القيم هي 0 16 22 36 48 48 و 56. هذه القيم تعتبر ثمانية قيم تابعة للدي اس سي بي لاير 3 ماركينج، وهي
تعادل أو تقابل الثمانية قيم الكلاس أوف سيرفيس، حيث يوجد لدينا في الكلاس أوف سيرفيس كما نعلم ثمانية قيم تبدأ من 0 حتى 7، ويتم توزيعها على الديفولت مابينج كلاس أوف سيرفيس والدي إس سي بي، يتم توزيعها بالشكل التالي: الصفر بتعادل 0 في الكلاس أوف سيرفيس وهي تعني بيست إيفورت، عندنا هنا الواحد أو عفوا الثمانية راح تعادل 1 في الكلاس أوف سيرفيس وهي الميديوم باريوريتي داتا، الأولوية المتوسطة في عملية إرسال البيانات. 16 بتعادل 2 وهي ترمز للهاي باريوريتي داتا وأي الأولوية العالية في عملية إرسال البيانات. عندنا هنا 26 بتقابل القيمة رقم 3 في الكلاس أوف سيرفيس وهي تستخدم في إشارات المكالمات الصوتية. رقم 32 أو القيمة رقم 32 بتعادل القيمة رقم 4 في الكلاس أوف سيرفيس واللي هي تستخدم في الفيديو كول والبث الفيديو في داخل الشبكة. بعد كده لدينا القيمة 46 وهي تعادل 5 في الكلاس أوف سيرفيس وهي تستخدم في الفويس فريم. 48 كقيمة في الدي اس سي بي هي بتستخدم من قبل او بتعادل القيمة في الكلاس اوف سيرفيس قيمة رقم 6 وهي محجوزة، و 56 في الدي اس سي بي بتعادل رقم 7 في الكلاس اوف سيرفيس واللي هي ايضا محجوزة. طيب طبعا في الحياة العملية غالبا لا نعتمد على هذه المابينج، وإنما نقوم نحن بإنشاء مابينج تناسب احتياجنا في داخل الشبكة، وبمجرد إنشاء مابينج جديدة فسوف يتم إلغاء الديفولت، ولعمل مابينج نقوم بعملها بشكل من الأشكال التالية. فعليا لدينا شكلين، الشكل الأول زي ما احنا شايفين ندخل على الكونفيجريشن مود، طبعا احنا ما راح نحتاج نمسح القديمة لأنه مجرد احنا نقوم بإنشاء مابينج جديدة راح تحل محل القديمة. فمثلا نكتب هنا MLS Class of Service Map Class of Service وما يقابلها من DSCB، مثلا نحط القيم 0 1 12 3. طيب بذلك نحن نقوم بحيث تكون DSCB value بترتيب Class of Service value، فراح تكون هذه القيمة الصفر مثلا هي تعادل الصفر في الكلاس اوف سيرفيس، 1 راح تعادل 1، 12 راح تعادل 2، 3 راح تعادل 4، ولو كنا محتاجين احنا نضيف مثلا قيم 5 و6 و7 نضيفها على هذا المنوال. الطريقة الثانية في عملية انشاء المابينج نقوم بكتابة الامر التالي: MLS Quality of Service Map DSCB Class of Service، ونحط مثلا قيم 0 1 2 3 2 0. لاحظوا معايا هنا الاختلاف. هنا احنا ايش سوينا؟ قمنا من خلال هذا الامر بضم مجموعة من الدي اس سي بي فاليوز او قيم الدي اس سي بي لكلاس اوف سيرفيس فاليو واحدة. لاحظوا معايا الان القيم 0 1 2 3 كلها قيم للدي اس سي بي تم ضمها الى القيمة 0 في الكلاس اوف سيرفيس والتي تعادل البيست ايفورت. ونستطيع ان نكتب اوامر سطور اخرى، فمثلا نكتب 0 وبعدين نكتب 1 ونحط القيم الخاصة بالدي اس سي بي، نحط 2 وهكذا، بحيث انه مجموعة قيم تتبع للدي اس سي بي تتبع قيمة واحدة للكلاس اوف سيرفيس. نحن بذلك نقول للسويتش انه لو استلمت باكيتس معمول لها دي اس سي بي ماركينج بقيمة 0 1 2 3 فسوف يكون قيمة الكلاس اوف سيرفيس لها هو 0 بيست ايفورت، يعني عدم تطبيق اي اولوية في عملية ارسال البيانات. جميع انواع المالتي لاير سويتش يمكننا من خلالها عمل الكلاسيفيكيشن تماما بنفس الطريقة التي تعلمناها وطبقناها على الراوتر من خلال الكلاس ماب، وذلك من على الجلوبال مود وبالشكل التالي: ندخل على الجلوبال مود ونكتب الامر كلاس ماب مثلا ونعطيها اسم ترافيك 1 مثلا، وبعد كذا نكتب الامر ماتش بروتوكول
وهنا نيجي نحط علامة استفهام، فيظهر لنا البروتوكولات اللي ممكن نطبق عليها الكلاسيفيكيشن. وأنواع الترافيك هنا سوف تكون أقل من الموجودة في الراوتر، وذلك لوجود الـ MPR على الراوتر وعدم وجوده على السويتش. ذكرنا أن المالتي لاير سويتش 3550 بيحتوي على 4 صفوف، صف واحد باريوريتي وثلاثة ستاندرد. ولتوزيع أنواع الترافيكس على الصفوف الأربعة وتقسيم الباندويث على هذه الصفوف الأربعة راح نقوم بالإعدادات التالية. أول شيء راح نختار الانترفيس اللي بيقوم بإرسال البيانات، ونفترض أنه الانترفيس فاست إيثرنت 0.01. بعد كذا راح نبدأ بتقسيم الصفوف الأربعة الموجودة فيه وتقسيم البيانات عليها. فنكتب الأمر WRRQ Class of Surface Map 1 بعدين 0.1.2. طيب هنا لما نقول كلاس ماب واحد، فذلك يعني ايه؟ يعني الصف الاول. احنا قلنا الان الصف الاول، حددنا ان الصف الاول، وحددنا قيم الكلاس اوف سيرفيس انه في الصف الاول سوف تقف البيانات صاحبة اللاير 2 ماركينج او الكلاس اوف سيرفيس صاحبة القيمة 0 و1 و2. يعني راح تقف في الصف الاول البيانات اللي هي best effort، والبيانات الميديوم تاتا باريوريتي، والبيانات الهاي تاتا باريوريتي. طيب بعد كذا نقوم بانشاء الصف الثاني وتحديد قيمة الكلاس اوف سيرفيس الذي تقف في هذا الصف. فنكتب الامر WRRQ class of service map 2 يعني الصف الثاني، ونحدد قيمة الكلاس اوف سيرفيس هي 3 يعني خاصة بالإشارات المستخدمة في المكالمات الصوتية. بعد كذا نقوم بإنشاء الصف الثالث وتحديد قيم الكلاس اوف سيرفيس عليه. فنكتب WRRQ class of service map رقم 3 يعني الصف الثالث، ونعطي قيمة اللي هي 6 و7 اللي هم من الكلاس اوف سيرفيس اللي هم محجوزين. أي بيانات راح تكون تابعة 6 و7 او اي فريمز راح تكون بقيمة class of service 6 و7 راح تقف في الصف الثالث. وبعد كده ننتقل للصف الرابع والاخير، ونكتب الامر WRRQ class of service map رقم 4 يعني الصف الرابع، راح تقف في الفريمز صاحبة القيم 4 و5 اللي هم الفيديو كول والفويس فريم. بذلك نحن وزعنا الكلاس اوف سيرفيس فاليوز او قيم الكلاس اوف سيرفيس على الصفوف الاربعة، وجمعنا الخمسة والاربعة مع بعضهما في داخل الباريوريتي كيو ليكون لهما اولوية الارسال. طبعا احنا هنا يعني مثلا كان ممكن رقم اربعة الامر مثلا ان احنا نحدد الاربعة والخمسة، كان ممكن نحددهم في 3، كان ممكن نحددهم في 2، كان ممكن نحددهم في 1، مش شرط ان احنا نحددهم في 4. طب كيف السويتش راح يفهم ان هذول ان هذا هو الصف صاحب الأولوية، وان هذه البيانات كفريمز تملك أولوية ارسال؟ ببساطة لما راح يشوف الأربعة والخمسة مجتمعين مع بعض في داخل صف، فراح يفهم ان هذا الصف هو صف الباريوريتي كيو سواء كان 1 أو 2 أو 3 أو 4. طيب الآن ننتقل لعملية توزيع الباندويث على الصفوف الأربعة، وذلك بحيث نحدد عدد الفريمز التي يتم إخراجها من كل صف قبل الانتقال للصف الآخر، وذلك راح يتم بالشكل التالي. راح نكتب الأمر WRRQ Bandwidth بعدين نكتب 10 قيمة مع بعض 10 1، كذا احنا حطينا كم؟ 4 قيم. طيب 5 يعني عدد الفريمز اللي راح يتم اخراجها من الصف الاول، 6 عدد الفريمز اللي راح يتم اخراجها من الصف الثاني، 10 هي عدد الفريمز التي راح يتم اخراجها من الصف الثالث، 1 هي عدد الفريمز التي راح يتم اخراجها من الصف الرابع. بعد كذا راح نكتب الامر باريوريتي بعد ما طبعا نخرج من على المود الخاص بالانترفيس، ونكتب الامر باريوريتي كيو اوت.
بهذا الأمر أعطينا أولوية قصوى لإرسال البيانات من الصف الرابع. نلاحظ أننا حددنا عدد 1 فريم للصف الرابع، مضبوط، وفعليا وضعناها كمثال لأنه لا يهم عدد الفريمز اللي راح تحطها، سواء حطت 1 10 ما راح تفرق، لأن الباكتس في الصف الرابع سوف يتم إرسالها مباشرة دون أي انتظار من خلال الانترفيس فاست إيثرنت 01، وذلك بسبب الأمر اللي احنا حطيناه في الجلوبال مود واللي هو باريوريتي كيو أوت. إعدادات منفذ السويتش المتصل بتليفون الفويس. إذا كان السويتش متصل بآي بي فون بإحدى منافذه، وعندها يجب أن نقوم بعمل إعدادات الماركينج تراست. ويوجد لدينا نوعين من الآي بي فون، وهو إما أن يكون سيسكو آي بي فون، فنكتب الأمر بالشكل التالي: ندخل على الانترفيس مثلا اللي هو فاست إيثرنت 05، ونكتب الأمر، طبعا هنا المفروض يكون على جلوبال مود يعني configuration minus F، وبعد كده نكتب الأمر MLS class of service trust device cisco phone. النوع الثاني من أنواع الاي بي فون أن يكون الاي بي فون نوع آخر غير سيسكو مثل أفايا، فنقوم وقتها بكتابة الأمر بالشكل التالي، طبعا على الانترفيس فاست إيثرنت 005 المتصل في اي بي فون، ونكتب MLS quality of service trust device IP Presidence. راح نكتب الأمر IP Presidence بدل السيسكو فون. طيب ننتقل إلى موضوع الجدولة أو شجولر. يوجد لدينا في الراوتر أو السويتش كأجهزة منافذ فيزيكال انترفيس، والوضع العادي في عدم تطبيق الكلاس اوف سيرفيس سوف تتبع هذه المنافذ استراتيجية الفيفو فيرست ان فيرست اوت. وعندما نطبق الكواليتي اوف سيرفيس على الراوتر فإنه سوف يتم تطبيق ال LLQ اللي هي لو لاتنسي كيوينج، وعلى السويتش يتم تطبيق ال WRR، وحسب نوعه يعطينا عدد من الصفوف. بعد أن نقوم بتحديد وتوزيع الترافيكس على الصفوف ونحدد كمية البيانات التي يتم إخراجها من كل صف، عملية إخراج العدد المحدد من كل صف من قبل الفيزيكال انترفيس تسمى هذه العملية بالجدولة. وإذا الانترفيس تتعامل مع الفريمز عندها يطلق على هذه العملية بفريمز شدولر، وإذا كانت الانترفيس تتعامل مع باكيتس عندها يطلق على هذه العملية باكيت شدولر. والكلاس اوف سيرفيس يسمح فقط بعدد واحد من نظام الشجولر على الفيزيكال انترفيس. يعني احنا لما مثلا عندنا 4 صفوف على منفذ الفيزيكال راوتر، وحددنا المكان الذي تقف فيه الباكتس صاحبة الأولوية العالية، وصاحبة الباكت صاحبة الأولوية المتوسطة، وصاحبة الأولوية العادية، وصاحبة الأولوية المنخفضة، وحددنا عدد الباكتس من كل صف. راح هذه العملية انه يقوم باخذ عدد معين من كل باكتس واخراجها في داخل من خلال الفيزيكال انترفيس تسمى بعملية الجدولة. نفس الفكرة في السويتش لما نيجي نحدد، فلما ياخذ من الصف الهاي والميديوم والنورمال واللو ويقوم بوضعها في الفيزيكال انترفيس ليتم ارسالها، هذه العملية ايضا تسمى بالجدولة. وكواليتي اوف سيرفيس فقط يسمح بنظام جدولة واحد على كل فيزيكال انترفيس سواء كان للراوتر او السويتش. الى هنا نكون وصلنا الى نهاية هذا الفيديو، سائلا الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا الفيديو قد نال على اعجابكم واستحسانكم. وفي الختام نقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.